وتلاقي فيه المعطوب. ولا حد يقدر يوم يغير المكتوب من نبت واحد وتلاقي فيه الصالح وتلاقي فيه المعطوب. وبنجاح ما يعجبوش غير حاله كتير. حد ما يعجبوش من حاله بالمقلوب حكايات بيسمعها الحجر من كتر حزنه يدوب. في ناس كده تموت بالخيانة وناس تعيش على الضمير وناس وجودهم سد خانة ودول تشوف من الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. مديحة. الحمد لله. وحشاني قوي. وانت كمان يا سلام. وانت كمان وحشاني. تعالوا هنا. يلا سلم على بابي. الحمد لله على السلامة حبيبي. شفتوا وحشتهم ازاي؟ وانتوا كمان وحشيني قوي يا بابا. ربنا ما يحرمني منكم. طب يلا. اطلع بقى فاجئ امك يا ما تعرفش ان انت جاي. يا ريت وحشاني قوي. تعالي اطلع. ربنا انت تعالي يا مديحة عايزك. يلا نطلع لبابي. اقعدي هنا يا حبيبتي. مبروك يا بابا رجوع ثابت. الحمد لله يا بنتي الحمد لله. المهم دلوقتي انا عايزك عشان نقول لك نعمل الفرح بتاعك. ربنا يخليك ليا يا بابا. ربنا يتمم لك بخير يا حبيبتي. ما يحرمنيش منك ابدا. تفتكري دكتور رشاد يكون بيستغل المستشفى والمرضى الغلابة اللي بيجوا يتعالجوا دول يكون بيعمل لهم عمليات مش قانونية؟ وأكيد حالة مختار ده مش هي الحالة الوحيدة. أنا كنت دايما بحس بقلق وحالة من الغموض لما دكتور رشاد بيكون عنده عمليات في المستشفى التاني، بالذات إن طاقم التمريض اللي معاه لو غاب منهم واحد ما بيعملش العمليات وبيأجلها. وده يعني مش عادي؟ طبعا مش عادي. طاقم تمريض إيه اللي علشانه تتأجل العمليات؟ هو احنا في مستشفى في اوروبا
ده مستشفى شعبي وكويس قوي ان احنا بنعمل عمليات صغيره للناس الغلابه. عندك حق يا هاله. ده احنا بيبقى الجراح غايب لاي ظرف طارئ بندور على جراح تاني في نفس التخصص وندخله العمليات فورا. نقوم ناجل العمليه عشان ممرضه ولا مساعده غايبه؟ اكيد فريق التمريض دول عندهم معلومات تودي السجن. تفتكري ممكن يقعدوا معانا ويحكوا لنا اللي حصل ويدونا معلومات؟ لو قعدت معاهم ولا هتوصلي لحاجه، بس الاكيد انك هتخافي منهم. شداد كده وعينهم بكحه وكلهم بيقولوا كلام تحسي انهم حافظينه. مش معقول. هخليكي تشوفي وتسمعي بنفسك. خلاص نشوف الناس اللي عملوا العمليات دي ونقعد معاهم. وهنعمل بيهم ايه؟ ما هم لو كانوا قابضين ومتفقين عمرهم ما هيفتحوا بقهم. اللي فاهمين مش هيفتحوا بقهم، ومختار مش هيقدر يتكلم لانه اخرس. وبعدين هنعمل ايه؟ انتي المديره وانتي اللي تقرري ايه العمل، وكلنا هنقف معاكي. ايوه وانا اللي هقرر. اخبار الشغل ايه؟ كله تمام؟ كله تمام، والزفه لسه بادئه حالا. زفه ايه؟ انتي مش شايفه المحل مليان زباين؟ يعني اتفضلي روحي شوفي شغلك. يعني احنا مش هنروح نفرح معاهم؟ ابي خلصي شغلك الاول وبعدين روحي افرحي. يلا. ها لقيتي حاجه عجبتك؟ الحقيقه الحاجه كلها هايله، بس مفيش لون تاني غير ده؟ في الوان تانيه وفي موديلات تانيه كتير، وبعدين على فكره احنا عندنا مشغل، يعني اي موديل عاجبك هناخد مقاساتك ونسلمه لك بعد اسبوع. وانا هقول لكل الناس اللي اعرفهم عن المحل هنا. وهو ده اللي احنا عايزينه، واعتبري المحل محلك. لا طبعا الحمد لله يا رب اللي ظهرت الحقيقه. لو ثابت كان فضل متهم بالتهمه دي كنا اتفضحنا. طبعا انا حتى كنت كل ما بنزل النادي البهوات اصحابي يتلموا حواليا، وهاتك يا اسئل عامل ايه وهو رماها بعد كده ليه، شفته وجها لوجها ولا لا، حاجه يعني كانت تخنق تضايق. ولا انا بطلت اروح للكوافير، ده في واحده هناك عملت عمايل، ده انا ناويه لها علانيه بس لما فوق لها كده. الحمد لله البراءه ظهرت، والحمد لله يا رب نقدر نحط كده صوابعنا في عينين اي حد يتكلم. ولا ايه يا سمير؟ صح يا ماما. المهم دلوقتي قوم كلم الحاج بتاعك ده وانهي موضوع الجواز، خلص بقى. طب انا بقول نستنى شويه لان هم اكيد متاخدين في خروج ثابت. يعني متاخدين في افراح يا حبيبي، والكلام في الجواز والخطوبه يفرحهم اكتر واكتر. عندك حق يا ماما. ولا انت مكسوف تكلمه؟ باباك يروح يكلمه؟ لا 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 خالص، انا هكلمه انا. يا سمير خلص الموضوع، دق على الحديد وهو سخن، ما تعرفش ايه اللي هيحصل بكره، حد يموت، حد يجرى له حاجه، خلص موضوعك وانجز بقى. حاضر يا بابا هخلص، على اذنكم. اتحسدنا يا سامي. اتحسدنا؟ ده احنا اتحسدنا وفي الصميم. مع اني لابسه لهم عيون قد كده، انا نفسي اعرف مين اللي دبنا العين دي عشان اخزقها له. هيكون مين يعني يا هانم غير الجماعه اللوكال بتوع السيده امثال رأفت وعبد الله ورحمه او سلوى مرات ثابت واهلها؟ كل ده بيحصل في المستشفى، انا مش واخد بالي من حاجه. للاسف يا رأفت، بس كل حاجه وليها حل، ما تقلقش. ما قلقش ايه بس يا رحمه؟ انا كنت فاكر اني عامل مستشفى بحقي وحقيقي، طلعت ولا عامل اي حاجه. لا انت عملت، بس هم استغلوا انشغالك في الدكتوراه وعملوا كل اللي هم عايزين يعملوه ومن غير ما تحس.
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كل حاجة هتبقى كويسة إن شاء الله. روح أكمل دراستي عشان أبقى دكتور بجد، ومهمل المستشفى وأذي الناس دي كلها. هو أنت يعني كنت قصد تأذيهم؟ وبعدين أنت بتعمل دراسة الدكتورة ليه؟ ما أنت عشان تفيدهم برضو. يا رحمة، بالوضع اللي فيه الجامعة ده لا عمري هكمل دراسة ولا عمري هبقى دكتور أصلا. هفضل كده زي ما أنا، واحد بيحب الطب وبس. إيه الكلام ده؟ أنت ليه متشائم كده؟ عشان هي دي الحقيقة يا رحمة. حقيقة إيه؟ الحقيقة إنك دكتور شاطر. دكتور إيه؟ دكتور كده كل شن كان، لكن عشان أتخصص وأبقى دكتور لي لازمة لازم أتعلم. يا رحمة، كل زمايلي في الكلية شطار، لكن محدش مصرح له يبقى جراح كبير إلا ابن الجراح الكبير، ومحدش هيبقى أستاذ في تخصص إلا أبوه فيه. معنى اللي زيي بيحارب عشان بس ياخد فرصة. أنا مش عايز حد يطبطب عليا، بس على الأقل أخد فرصتي. بلاش تحط الكلام ده في دماغك، انت خلاص قربت تخلص الدكتوراه. مين قالك كده؟ مين قال؟ انت ليه عصب يا رأفت؟ اهدى. اهدى ازاي؟ النهاردة المشرف للمرة الرابعة بيخليني عيد التجارب كلها. ليه؟ انت عملتها غلط؟ لا، بس العينات مش عاجباه. وليه ما رجعتهاش معامل الأول؟ رجعتها، كل حاجة بعملها مظبوطة، بس هو مش هيسمح لاخد الدرجة دلوقتي. فساد 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 ملوش نهاية. أنا غلطانة إني فتحت معاك السيرة دي. ممكن بقى تطلع موضوع المستشفى ده من دماغك وتسيبهولي، وأنا بإذن الله هقدر أحل كل المشاكل. وركز يا أخويا في الدكتوراه بقى، خلصنا. انا عارفه ان انا غلطانه، بس هقول لك ايه علي، ما انا مهما قلت لك يا حبيبتي مش هتفهمي كلامي ده غير يا روحي لما يبقى عندك بنت. بس انا ما غلطتش للدرجه دي يا ماما. حتى لو غلطتي، ما كلنا بنغلط. بس يا علي، مش كل يا حبيبتي اللي بيغلط بيحصل له زي اللي حصل لك ده. انا تعبانه قوي يا ماما. تعالي قوي، تعالي في حضني يا حبيبتي، تعالي دخليني اوضتي يا ماما. تعالي يا روحي، يلا يلا يا حبيبة مامتك، يلا. يا رب انا عملت ايه للعذاب ده كله؟ اهدى اهدى يا بابا، ان شاء الله كل حاجه هتبقى كويسه. ابني انا حاسس ان سيرتنا بقت على كل لسان. انا ربيتكم احسن تربيه، قولي انا عملت ايه؟ غلطت في ايه؟ أنا أقول لك يا صبري إحنا غلطنا في إيه. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك يا سلوى. مالك يا ثابت؟ أنت تعبان؟ ما تتخيليش قد إيه. إزاي بقى؟ ما فيش حد بيحس بتعبك قد. أنا مش قادر أصدق اللي حصل ده. يا رب بقى تأمن وتتعز. معاك حق، كانت تجربة صعبة قوي. الحمد لله ثابت ان ربنا نجاك منها. انا ما كنتش بنام تقريبا. معقولة؟ كنت بفضل قاعد مكاني الدنيا تدور بيا حد ما عيني تروح في النوم، كملش دقيقة واصحى فجأة، لكن أمدد جسمي وأنام وارتاح أبدا.
أنا كنت قربت أنسى النوم تقريبا. يا حبيبي يا ثابت، كنت بتخاف تنام يا حبيبي؟ لا، كنت حاسس بالظلم. أنا مش قادر أوصف لك إحساس المظلوم ده صعب قد إيه. عارفة يا ثابت، لأني كنت عايشة فيه على طول. كنت مصدقة إني مظلوم؟ أول لما قلت لي صدقتك على طول، لأني أكتر واحدة بتحس بيك وبتعرف تقرا اللي جواك يا ثابت، وأكيد أنت عارف ده. أنا هنام، أنا مش قادرة أكمل أكتر من كده. طب يا حبيبي، أنا هنزل أقعد معاهم. هما لسه ما ناموش؟ شكلهم مش هيناموا أسبوع. أنت ما تعرفش يا ثابت حالهم كان عامل إزاي وأنت في أزمتك دي. ها، إيه الأخبار؟ الناس اللي قررنا نفسك شركتنا معاهم نفذوا لنا كل طلباتنا، ومش محتاجين لا القضايا ولا المحاكم. المهم ما يبقاش حد زعلان مننا. زعلانين إيه يا باشا؟ دول هما اللي وشهم من سعادتك في الأرض وعمالين يعتذروا وطالبين من سعادتك الرضا. وأنا راضي والحمد لله. إحنا خرجنا من المشروعات دي بـ3 مليون جنيه ودخلناهم في حساباتنا. كويس قوي. اسمعوا بقى، أنا قدامي فكرة مشروع هيشغل كل شباب الحي. إيه هو يا عباس بيه؟ مول كبير ضخم فيه كافيهات ومطاعم ومحلات وسينمات وملاهي أطفال، وورا المحلات دي بقى عامل مصنع كبير قوي هيغذي المحلات دي كلها بالهدوم، وهيشغل كل شباب الحي والأحياء اللي جنبنا كمان. دي فكرة هايلة يا عباس بيه، دي تضرب فكرة المحل بتاع مدام رحمة يجي 100 مرة. لا، مدام رحمة بتدير مشروعها كويس قوي، عشان كده أنا بفكر إنها تدخل معنا شريكة. هي مشروعها جنب فكرتك تعتبر صغيرة قوي، بس برضو يا باشا هي جربت وسبقتنا. وماله، ما هي لو دخلت معنا هنستفيد من خبرتها برضو. ونجحت والناس بتحبها. يعني انتوا رأيكم من رأيي ندخلها معنا في المشروع ده؟ على كده بقى انت ما بقتش تاخد الكميات اللي انت عايزها. والله يا ثابت بيه، من ساعة الحاج ما عمل السيستم دوت والحال مش ولا بد، بس مفيش اي مشكلة زي ما حضرتك عارف. طب ما رحتش ليه للحاج وكلمته وطلبت اللي انت عايزه؟ لا، ما هو الحاج ما ينفعش معاك الكلام ده، لو في نظام بيمشي على الكل، وسعادتك عارف ان خلاص خلاص خلاص، عد عليا في المجموعة وانا ظبط لك اللي انت عايزه. والحاج مش هيعترض؟ سيادتك عارف. خلاص يا فؤاد، قلت لك عد عليا في المجموعة وظبط لك اللي انت عايزه. ربنا يخليك لينا يا ثابت بيه وما يحرمنا من سعادتك ابدا. والله انا متاكده جدا ان جوزك عمره ما هيقف معايا في اي حاجه. ليه بتقولي كده يا حبيبتي؟ مش هي دي الحقيقه يا ماما؟ عم فؤاد يقدر يقف لثابت في حاجه ويقول لي لا؟ فؤاد ما بيحبش يقول لاي حد لا. الا انا، لو انا اللي جيت له قلت له يا عم فؤاد اقعد مع ثابت شويه واتكلم معاه بعنف شويه هيقول لي لا، وشويه شويه ممكن بقى يجملها ويقول لي يا سلوى يا بنتي خلي العلاقه اللي ما بينك وما بين جوزك ما تخرجش ما بينكم. طب ودي حاجه تزعل؟ يزعل يا ماما لما الاقيه داخل فرد صدر عليا وبيزعلي عشان باجي اشتكي لك من ثابت. طب ما انتي فاهمه بقى. عشان كده انا ساكته، فاهمه وساكته. معلش يا حبيبتي. هتفيد بايه بقى معلش؟ اهو اللي حصل حصل. كان يجرى ايه بس يا ماما لو ما كانش في عم فؤاد؟ كان ايه اللي جرى؟ ما كنتيش اتجوزتي ثابت، ولا انت ناسيه ان هو شافك وتعرف عليكي وانت معانا؟ الله اعلم. هقول ايه بقى يا ماما؟ يلا الكلام ما منوش فايده، تعالي يلا ننزل نقعد معاهم تحت احسن. يا رحمه يا بنتي، اخوك نام ولا لسه؟ نام يا بابا، كان عايز يقعد دلوقتي يراجع العينات اللي الدكتور بتاعه رفضها له، قلت له اصحى بدري احسن. شفت كان متعصب ازاي؟ ربنا يكرمك يا بنتي. لا قولي لي، عملت ايه في موضوع الصناعيه بتوع المشغل؟ والله يا بابا جاتني فكره كويسه قوي. انت عارف الحي مليان ارامل وبيصرفوا على ايتام وما عندهمش مصدر دخل، فانا قلت اختار منهم كام واحده كويسه كده اللي هم غاويين خياطه يعني، واجيب لهم كام صنايعي شاطرين يعلمهم الصنعه، وهنبقى عملنا خير. هي فكره كويسه وهتنجح ان شاء الله، خير باذن الله. ان شاء الله يا رب. إلا بالمناسبة، أنت ليه ما روحتيش مع مديحة تجيبوا الشبكة؟ ما قدرتش يا بابا. إزاي بس؟ دي كانت عمالة تتحايل عليكي. أنا بحب مديحة قوي وبعتبرها زي أختي، وأكيد بتمنى لها كل الخير، وعشان كده أقنعت الحاج إن هو يجوزها سمير. بس كمان يا بابا رأفت ده أخوي وصعبان عليا قوي، وخايفة لو رحت معاهم وهما بيشتروا الشبكة يبان عليا حاجة، عشان كده ما روحتش.
إذا كان على الحاج إبراهيم هو كان نفسه رأفت لمديحة، لكن يا بنتي زي ما أنت عارفة الجواز اسمه نصيب. عندك حق يا بابا، عموما ربنا يساعدها ويبعت لرأفت اللي تستاهل. إن شاء الله.
سمحتوا يا جماعه لمتكم هنا ملهاش اي لازمه، من فضلكم انتوا كده ما بتساعدوش المريض، لو سمحتوا اتفضلوا في الاستراحه. حاضر يا دكتور. اتفضل. يلا حبيبتي، يلا حبيبتي، يلا يلا. انا بمليحه بقى. عين عليك يا طيب، عين عليك، عين عليك يا طيب. خلاص جمل برك، خلاص جمل برك يا شيخ غزال. يا شيخ غزال مالك واخد في وشك ليه؟ ما تيجي اعمل لك كوبايه شاي بحليب مع عرفتين. الله مالك ساكت ليه؟ مش بعدتك. خلاص يا حبايب الست، خلاص الجمل برك، مفيش ولع، مفيش نار. عين عليك يا طيب، عين عليك، عين عليك يا طيب، عين عليك يا طيب. آه آه يا رب. وحياة الحاجة ما تعملي في نفسك كده، شدة وتزول إن شاء الله هيقوم بالسلامة. اتفقي في وجه الله خير يا رب. ليلة جواز بنتك يا إبراهيم، يا حرقة قلبي عليك يا أخويا، عين وصابتك. ما تقوليش كده يا حاجة، قدر الله ما شاء فعل، إن شاء الله ربنا هياخد بيده. ادعي له أنت. يا رب يا رب يا رب يقوم بالسلامة يا رب. هنعمل إيه من غيره؟ إحنا من غيره ولا حاجة، ما نسواش أي حاجة. ربنا هيقومه بالسلامة عشان خاطر ولاده وعشان البيوت اللي هو فاتحها، ربنا عالم بالحال. يا رب. هدي نفسك. يا رب. ثابت وحياتي، ما تزعلش نفسك اكتر من كده، ان شاء الله كله هيبقى تمام وهيبقى زي الفل. بابا وقع مره واحده يا سلوى، وعى بسيطه يا ثابت، وان شاء الله ان شاء الله هيقوم بالسلامه، بس انت قول يا رب. يا رب. انا مش عارف لو حصل له حاجه هنعمل ايه، احنا طول عمرنا بنعتمد عليه في كل حاجه في حياتنا. عندك حق، طول عمره هو اللي شايل همومنا ومشاكلنا. كفايه تبتوا معانا يا ثابت وحنياته علينا، في ناس كتير قوي محتاجه له. يا رب يقوم بالسلامه عشاننا وعشانهم. معقوله خيريه؟ انا مش قادر اصدق اللي بيحصل ده، ويحصل في يوم زي النهارده. لا حول ولا قوه الا بالله. القر يا سامي، القر. انا سامعاهم بودني وهم بيقولوا وبيقروا علينا، الولد والبنت اتجوزوا جوازه خمس نجوم. بس بيني وبينك كويس ان اللي حصل ده حصل النهارده بعد كتب الكتاب. عشان سمير ابنك نيته زي الفل. يا رب يا رب استرها، يا رب استرها، يا رب. اتفضل اشربي يا طنط. تسلم ايديك يا حبيبي. تسلم ايديك يا عارف. انا بشوف اهدوا يا جماعه، ما تخافوش، كلها ساعه ولا اتنين وان شاء الله هيقوم بالسلامه. صدقوني هيبقى زي الفل، ده جهاد بس مش اكتر. عندك حق، انا بقول كده، لازم نتفائل، ان شاء الله هيطلع ويبقى كويس. ان شاء الله هيقوم بالسلامه ونروح كلنا مع بعض. بعدين ما تنسوش برضو ان هو اكتر واحد تعب في ترتيبات الفرح، ومن قبليه موضوع ثابت واقف كل يوم في مجموعه، مفيش حد في الدنيا يقدر يستحمل ده من غير ده. اي الله يا ابني، اي الله. يا ماجد، هتفضل واقف كده وسايب اخوك لوحده هناك؟ يا اخي اظهر في الصوره. صورتي يا باكي؟ ده وقته يا باكي؟ ايوه ده وقته، ده وقته، دي فرصتك، لازم تثبت نفسك وتثبت ان انت قد المسؤوليه، وده بقى العيب ولا حرام. انا مش فاهم ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده، انت مش مقدره اللي انا فيه ولا ايه؟ يا حبيبي مقدره،
مقدرة وخايفة عليك وعلى مصلحتك. عايزك تخلي بالك على مصالحك، مش مصالحك وبس، مصالح أمك وأختك كمان. يا باكي يا حبيبي، أنا الوحيدة هنا اللي خايفة عليك وقلبي عليك. أي حد موجود هنا عيب عايز يجاملك وبس، ويقولك معلش بابا هيخف ويبقى زي الفل. لكن باباك بقى لما يقوم إن شاء الله بالسلامة ويلاقيك واقف مكانه هيبقى مبسوط. ولا لو قدر لو سمحت يا باكي ما تقوليش كده. الزحمة، الزحمة يا ماجد، الزحمة على الورث، الزحمة على المصالح، والزحمة كمان على المسؤولية. واللي هيشيل المسؤولية يا ماجد هيشيل ويعبي من الورث، لازم تكون فاهم ده كويس. واللي هيكبر دماغه هيضيع بين الرجلين. انا مش عارف ليه يا باكي انت بتتعاملي على اساس ان بابا داخل هنا مش خارج تاني. يا ماجد ما تجننيش وتنرفزني، حرام عليك، دي فرصة، فرصة مش هتتكرر تاني. اسمع كلامي، اسمع كلامي. ما تقلقش يا بابا، شكلها كده جلطة وإن شاء الله هنلحقها. وعيتك شديدة أوي علينا يا إبراهيم. بقول لك إيه يا علاء؟ إيه؟ روح أنت يا ابني، واضح إن قعدتنا هنا هتطول. روح عشان مامتك قاعدة لوحدها. يلا اتكل على الله. بعد إذنك. إن شاء الله خير يا حاج عبد الله، خير إن شاء الله. ايه الاخبار يا دكتور؟ طمنا حضرتك. ادونا فرصه بس نشوف شغلنا. انا مش فاهم حاجه، انا ابن الحاج اللي جوه، يا ريت تطمنا. لو سمحت يا دكتور، ممكن تطمني على الحاج عامل ايه؟ يا هانم اطمني، كل واحد من الدكاتره كشف وعمل الفحوصات اللي تخصه، وبعد شويه هنعمل اجتماع نتناقش فيه، وبعده هنيجي لحضراتكم ونقدم تقرير مفصل عن الحاله. طب يعني الحاج ان شاء الله هيبقى كويس ويقوم بالسلامه؟ هو بخير ان شاء الله، وكل حاجه هتبقى بخير، ويا ريت بعد شويه تتفضلوا في مكتب مدير المستشفى وهو يشرح لكم الحاله بالظبط ايه. يا ريت تتفضلوا بقى في الاستراحه. طمني يا حاج، طمني يا دكتور. يا رب ان شاء الله. ازيك يا دكتور؟ اهلا دكتور رأف. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله تمام. وصلتوا لايه مع الحاج؟ احنا فعلا بدانا علاجه من جلطه والحمد لله دوبناها، وان شاء الله هنعمل له اشعه مقطعيه عشان نعمل اللازم. ربنا معاكم. اطمن ان شاء الله كله خير. ربنا يستر. شكرا يا دكتور. نعم. السلام عليكم. السلام. ايه خير يا اساتذه؟ سايبين اشغالنا ومتجمهرين كلنا هنا ليه؟ اشغالنا يا سليم بيه، احنا عايزين نطمن على الحاج. الحاج تعب امبارح شويه ونقلوه على المستشفى، وانا كنت معاه طول الليل. بس مش معنى كده ان احنا نسيب اشغالنا ونفضل قاعدين حاطين ايدينا على خدينا لغايه ما الحاج يجي. هو محدش عارف هو عنده ايه يا فندم؟ نقول بس ان ربنا يشفيه ويرجعه لنا بالسلامه. هو ممكن نزوره؟ لا ما ينفعش دلوقتي، ويلا اتفضلوا على مكاتبكم. طب ليه ما ينفعش؟ ما ينفعش لغايه ما الدكاتره يسمحوا بالزياره، لان الزياره ممنوعه دلوقتي. اللي بيحب الحاج يشتغل كان الحاج موجود بالظبط. وكل اللي مطلوب مننا دلوقتي ان احنا ندعي ان ربنا يشفيه ويرجعه لنا بالسلامه. يلا يا اساتذة اتفضلوا كل واحد على مكتبه. اتفضلوا يا اساتذة. يلا انا اسف لقولكم الكلام ده، بس لازم تعرفوه، احنا بدانا نعالج الحاج من الجلطه، وبعد ما عملنا اشعه مقطعيه اكتشفنا ان في ورم في اعلى العمود الفقري اسفل الرقبه، وللاسف ورم حجمه كبير. ورم؟ حبيبي بابا، احنا هنكمل فحوص واشعاعات عشان نعرف تفاصيله ايه بالظبط، حميد ولا خبيث. حتى الليفل بتاعه لو كان خبيث، بس مش ده اللي شغلنا دلوقتي. ليه؟ هو في حاجه تانية يا دكتور؟ احنا بنعالجه من الجلطه، لان هي الحاجه الاخطر في اللحظه دي، ومطلوب مننا احنا بنعالجه من الجلطه اللي احنا اتاكدنا من وجودها، ان احنا نحافظ على كل وظائف الجسم انها بتتم بشكل سليم. ولا الغيبوبه لا قدر الله ممكن تؤثر بشكل احنا مش متوقعينه. طب وهو العلاج من الجلطه ده مش ممكن يخليه يفوق من الغيبوبه؟ الحقيقه نحن مش قادرين نتأكد إن الغيبوبة بسبب الجلطة ولا الورم. هنستنى شوية لما نتيجة الأشعة المقطعية تظهر، وساعتها نقدر نقول بدقة أكتر. طب يا ترى يا دكتور في أمل إن بابا يرجع تاني زي ما كان؟ حتى في أكتر الحالات الحرجة دايماً في أمل. بما إننا بنعمل كل المتاح دلوقتي، يبقى أقدر أقول لكم
نصبر شويه. طب ما نسفره بره يا دكتور. انا مش عايز اديكم قرار سريع، لسه في اجراءات هنعملها للمريض. يا دكتور احنا ما يهمناش اي حاجه الا سلامه بابا، وعشان خاطره ممكن نعمل اي حاجه. بقول لكم ايه يا اولاد، اوعى حد فيكم يجيب سيره المديح، فاهمين ولا لا؟ وان شاء الله بابا هيبقى كويس، هيبقى كويس قوي ان شاء الله. هنعمل ايه في الموضوع ده؟ انا قلبي مش مطمن لكلام الدكتور. ولا انا، كلامه يخوف اكتر ما يطمن. احنا في مصيبه يا ماجد، عشان كده عايزك تصحالي. انا عارف ان احنا عندنا مسؤوليات كبيره، واهمها ان احنا ما نعرفش اي حاجه عن ثروه بابا، وده وقته انا مفكرش في نفسي. بس انا حاسس ان رقده بابا دي شكلها هتطول يا ثابت، وانا خايف احسن نعمل في حق ماما ولا مديحه، دي مسؤوليتنا. امال هو خلفنا ليه؟